عسلمة ومرحبا، جولة جديدة وفيديو جديد. والمرة هذية صورت لكم محل مستر بيكر بدبي وليه برشا فروع. خذوا فكرة على الأسعار متاع التورتات والكيكات والجاتوهات، خذ فكرة واشتري بكرة، لو غالي مش مشكل. هاكا تفرجت وخذيت فكرة، ولو تحب تاخذ فكرة وتروح تشتري عندك عيد ميلاد ولا مناسبة مش مشكل. كملوا الفيديو للآخر وإن شاء الله يعجبكم. طيب هنشوفوا هنا الاسعار نتاع الجاتو. شوفوا مثلا هذيا القطعه صغيره هيك 10 درهم، هذيا 13 درهم، هذيا 9 درهم، 9 درهم، هذوما 9، وهذوكم اللي عليهم الفراوله 11 درهم. باهي بالنسبه اللي تحت هذوما هكا 9 درهم القطعة. بالنسبة لل معناتها الكيكات الكبيرة هذوما هكايا أو التورتات هذيا 121 درهم، 139 درهم. هذيا مش باينة قداش هيك، اللي تحت هذيا شوفوا معناها 136 درهم. نشوفوا اللي بعده، اللي بعده 121 درهم، هذيا 129، 109، وهذيك 137، وثم هذيك القلب 137، نفس السعر معناتها القلب. شوفوا هذي 121، وهذه الريد فيلفت 129، 139 اهو 139، وهذوما تيراميسو هذيك 139، وهذه بيستاش نوتيلا هذيا هيك 129. بالنسبة اللي تحت 100 هذيك شفتوها هاي اللي تحت 100 قداش 129. شوفوا اللي بعده، اللي بعده هذوما 129 درهم، وهذيا على 99 هيك مانجو، وهذيا كيكة العسل 109. هذيا فريرو روشي على 139، واللي تحت هذيك شوفوا 119. نشوفوا اللي هنا هذوما هما نفسهم نتصور به. شفتوهم به. شوفوا اللي لهنا هذوما زاده مش حاطين عليهم هذوما، والمحل اهو شوفوا المحل حلو برشا ومزيان المحل نفسه. شوفوا هذوما لهنا خنجيكم البارتي الاخرى باش تشوفوا الاسعار قداش. هذيما باهي على 14 درهم، 14 16 16 نفس السعر، وهذوما 14 القطعة
وهذوما على 16 درهم.